ونبقى في دير البلح، ومنها ينضم إلينا مراسل الغد محمد أبو ناموس. محمد، عرضنا قبل لحظات ما نقلته عدساتكم من حجم المعاناة للنازحين في من مدرسة سكينة بنت الحسين في دير البلح، أو لوصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى. أرجو أن تنقل لنا الصورة يعني بشكل واضح وبشكل تفصيلي، وتطورات المشهد لديك حتى الآن. نعم حسن، يعني الصورة في وسط القطاع كما باقي محافظات قطاع غزة هي صورة للأسف سوداوية، وتزداد قتامة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في غاراته التي تزيد من أعداد الشهداء والمصابين وأيضا المفقودين وأيضا تزيد من أعداد النازحين. نبدأ بالغارات الإسرائيلية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة على مناطق مختلفة في المحافظة الوسطى، لا سيما ونحن نتحدث عن 16 شهيد من الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي كانت على أحد منازل المواطنين في مخيم المغازي، وكان هناك استهداف آخر في دير البلح وسط قطاع غزة بالتحديد عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل يعود لعائلة مطر نتج عن هذه الغارة وهذا القصف الإسرائيلي 15 شهيدا، إضافة إلى أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق قذائفها باتجاه منازل المواطنين عند المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة بالتحديد مخيمي المغازي والبريج، وأيضا كان هناك بعض القذائف التي وصلت إلى مخيم النصيرات وهو المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة. قبل أن نتحدث عن المصابين لنتحدث عن النازحين الذين تحدثت أنت عنهم وسألتني عنهم. الأوضاع صعبة جدا وكارثية جدا، لا سيما أنهم يفتقرون لأدنى مقومات الحياة ويفتقرون أيضا لكل سبل الدعم، وهذا لا يقتصر على المحافظات الوسطى فحسب وإنما أيضا كما وصلتنا بعض المناشدات من شمال القطاع ومدينة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة حسن يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية وأيضا إلى مدينة غزة، فهم يعيشون بالتحديد أوضاع يمكن وصفها بكلمات بسيطة أنها أكثر مأساوية، لا سيما أنهم يفتقرون إلى الغذاء والماء والدواء ولا يوجد لديهم أيضا منازل. هم موجودون في الساحات في بعض المراكز ومراكز الإيواء التي لازالت قائمة في مدينة غزة وشمالها. هناك من يناشد بضرورة أن يتم إيصال المساعدات الإنسانية لا سيما الغذاء والماء لهذه الآلاف من العائلات أو مئات الآلاف العائلات التي لا زالت موجودة في مدينة غزة وشمالها. لماذا أجلت الحديث عن المصابين حسن؟ لأن هذا الموضوع هو من أكثر المواضيع إيلاما والتي لا تزال موجودة داخل مشافي قطاع غزة. هناك الآلاف من المصابين الذين يحتاجون إلى علاج غير موجود في مشافي القطاع، ليس لأن المشافي لا تريد علاج هؤلاء المرضى والمصابين، بل لأننا نتحدث عن مشاف كانت بالسابق تشكو من قلة الإمكانيات والمستلزمات الطبية بفعل الحصار الإسرائيلي الممتد على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عام، وزادت الأمر سوءا عندما بدأت هذه الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وبدأنا نتحدث عن شح هذه المستلزمات الطبية وهذه الموارد الطبية. نتحدث الآن مع واحدة من المصابات اللواتي يحتاجن إلى العلاج، ولكن هذا العلاج للأسف غير موجود في مشافي القطاع. يعطيك العافية. الله يعافيك. أول شيء نتعرف عليك. أنا آلاء العرجان الناجية الوحيدة من مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلتي، فقدت عائلتي كلها. طيب آلاء، أنت الناجية الوحيدة، طيب الآن شو يعني ملاحظين أنه في إصابة، تمام، شو اللي موجود، شو اللي عملوا لك إياهن في المستشفى وشو اللي حكوا لك عنه مش موجود في المستشفيات؟ أنا عندي إصابة، الإصابة الصعبة أكتر إشي في إيدي، في عندي كسور كسرين في إيدي، في عظم مفتفت، زائد المفصل عندي مفتفت محتاجة تركيب مفصل، طبعا مش موجود هنا، زائد هنا في جلد في إيدي، الجلد رايح، وعندي هنا سقوط في الإيد، عصب ضارب محتاج تخطيط عصب مش موجود برضو في قطاع غزة، في ركبتي عندي الأربطة وضعها صعب برضو، محتاجة رنين مغناطيسي وعلاج عمليات مش موجودة في غزة، كله لازم برا، جسمي كله شظايا وحروق، حروق صعبة،
محتاجة علاج برا، بناش دولة الإمارات إنها يعني تساعدني تنظر لي بعين العاطف إني أطلع أتعالج أتخلص من العذاب اللي أنا فيه. أنا هنا موجودة بس للعذاب، يعني مفيش علاج خالص ولا إشي، فيش عناية، فيش وضع، الوضع جدا صعب، فيش نظافة، تلوث. طيب الآن لو حكينا على موضوع العلاج، شو الأطباء بيحكوا لك بالنسبة للعلاج؟ هل إنه هو موجود بس ما بدهم علاج يعالجوك، ولا ما في علاج عشان هيك مش قادرين يعالجوك؟ لا طبعا ما فيش علاج، يعني هم يتمنوا إنه يتواجد يعني عشان يقدروا يعالجوا هذا، بس ما فيش، مش موجود في القطاع. قديش صار لك مصابة؟ لا أنا مصابة من 11-12 تقريبا 22 يوم. وحتى هذه اللحظة على هذا الحال؟ الحمد لله. طيب شو آخر الـ 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 الأشياء اللي حذروك منها الأطباء؟ إيش الخطر اللي ممكن يكون موجود على إيدك أو على باقي الإصابات اللي موجودة عندك لو أنت ما تلقيتي هذا العلاج اللي هو مش موجود في قطاع غزة؟ إيدي محتاج المفصل بشكل عاجل، وإلا يعني رح يصير عندي التهابات في إيدي، وهي يضطروا إنهم يثبتوها زي ما هي، مش هقدر أحركها تاني يعني. هذا يعني أخطر إشي. قديش عدد أفراد عائلتك اللي استشهدوا؟ ولا استشهدوا 12 واحد من عائلتي. وانت الناجية الوحيدة؟ كان الله بالعون. لا ان شاء الله يا ربي بيكون في امل وعلاج لك في خارج القطاع.